ايه دكتورة ولا بارده؟ دكتورة فلجنة ايه الانزيم specific to reaction معين كل انزيم يسوي لنا معادلة معينة البنات اللي ينكم اللي بردانات اللي يجي لك سبطة احنا بردانة يفاعل الانزيم كل انزيم يفاعلنا مفاعل معين تفاعل واحد يسوي لنا بس ممكن اكثر من سبستريت اللي هي مثل
خلي في ايه؟ عندنا الجروب سبيسيفيتي والباند سبيسيفيتي. الجروب سبيسيفيتي مثلا احنا عندنا شنو؟ هيكسو كاينيز. هسه معدل جلوكو كاينيز الهيكسو كاينيز اسمه هيكسو كل الهيكسوز بس فارغ مو بس الجلوكوز كل شحبة شي هيكسوز. الباوند سبيسيفيتي اكو في التفاعلات تستخدم مثلا نشتغل على شنو؟ على ال يعني في الباوند يعني في الباوند بين الخلايا بين ال بس راح يحول لنا اياه يحول لنا الى اسفل فوق زين.
البايروفيت اللي هي لاكتيت ديهايدروجينيز يحولنا اياه الى لاكتيت. هاي ده ما هو كل عنده يشتغل على البايروفيت، بس شو سوينا؟ سوينا رياكشن معين حسب تمام. فهاي شو سموها؟ يسموها رياكشن سبيسيفيك. المثال عليها شنو هي؟ هاي كان بولي اللي هي شنو هي نوصل لل
شنو دكتور؟ كل الانزيم مرتبطه بالسبستريت ماكس انزيم الانزيم احنا عندنا سبستريت لازم يكون كميه السبستريت كلش عاليه توفر الكميه كلش عاليه بنجي نزيد الانزيم كل ما زدنا الانزيم زياده زادت السرعه مال التفاعل اكثر سبستريت ارتبط وياه بس من احنا نوصل الى مرحله الانزيم اكثر من السبستريت بس احنا شو نحكي اذا نحكي في حاله لو انه السبستريت لا نهائي تمام؟ لنحسب يعني حالة نظرية السبستريت في حالة لا نهائية فتكون كل ما زدنا الانزيم الفيلوسيتي تظل تزيد تظل تزيد خط مستقيم ليش يكون في حالة زين؟ فالفيلوسيتي اوف ذا رياكشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا اماونت اوف ذا انزيم بريزنت از لونج از ذا اماونت اوف ذا سبستريت از نوت ليميتد زين؟ يعني تظل تزيد طالما ان السبستريت موجودة مو اكو خطوات يسموها خطوات تسوي ريجوليشن
اللي هي من ضمنها الجود ان هي عند الوالدات مالتها النتيجه مالتها من الزيت توقف هذا الانزيم. دكتورة البنتوس فوسفيت باثوي اللي لما يزيد الاي دي بي يوقف يزيد مثلا الجلوكونيوجينيسيس الجلوكونيوجينيسيس وش نسوي لنا؟ اي كيف؟ لا من اللي هو اللاكتيك اسيد باللي بعرف انه عنده جلوكوز وظيفه اللاكتيك هيدروجينيز. بس مثلا الجلوكونيوجينيسيس النتيجه كمان اي يصنع جلوكوز النتيجه مالته شنو؟
نفس الشيء هي مبدأ مال أكثرية الأدوية هي انهبيتر تشتغل ترتبط ويا انزيم توقف لنا التفاعل بتوقف النمو مال البكتيريا أو الفيروس بس أنتم ما مطالبين فيها حتى السهولة لكم فتو جنرال كلاسز أو الانهبيتر أر ريكوجنايز بس أنتم تحصلوا إياها أول ريرزابول انهبيتر وأبو أر ريرزابول انهبيتر يعني شنو ريرزابول؟ يعني ممكن ترجع يعني انزيم ما خلص تمام يعني الإنزيم يرتبط بيه الإنهبيتر مجرد ما هذا الإنهبيتر وخر رجع يشتغل الإنزيم هذا يسموه ريفيرزابل الريفيرزابل اللي صفحة واحدة وخلينا نتحدث كتب صفحة الريفيرزابل الإنهبيتر اللي هو شنو اللي فد مادة ترتبط ويا الإنزيم بعد اجى الابتوبيتر ارتبط اشتغل
حتى لو مش كل الزامبي هاي كل الزامبي بس انا بقول لك بيها 2 فلا لو قلت انزيم ميبي انهبت كوسميت باي ذير مودوليتر مودوليتر هذا انهبت الانزيم اكتيفيتي اوف تيرن نيجاتيف مودوليتر يعني اذا سوى انهبش يسوى نيجاتيف مودوليتر فور ذا انكريز ذا اكتيفيتي كول بوزيتيف مودوليتر الشباب تختلف الوضع. سمعت عبد الله جزء عملية ال الأيزونزا هو يعني نفس الانضباط يعني قلت يفتح تكتب لكن الوظيفة هي نفسها راح يفعلها يعني يحفز لنا نفس المفاعلات هي الانزيمات اللي تحتوي أكثر من ستراكشر أو أكثر من تركيب بس تشتغل نفس الشغل اللي موجودة بأكثر من تشتغل تبقى تركيبها نفس الشيء لو بغير تركيب ونفس التشتغل شو هذا الأيزومريز ونفس الشغل لا الأيزومريز وإنزيم بس في الأيزوميريز شو يسوي يغير تركيب السكريات for example, in the chimney, that is what happened.
يعني الانزيم اللي يكون برود سبيسيفيكلي بوليميريك فور ديمونستريت بس فين يكون يعني يشتغل على اكثر من سبستريت Diagnostic use of the enzyme.
انزيم ارنول از ماركر فور سيلولار دامج. احنا كل التحاليل والمختبرات اللي هسه اخذناها من خلال السنه اللي عم كم انزيم اخذناها نستخدم فيها ممكن نقيس فد انزيم معين حتى نعرف انه صاير دامج بالتشو هذا او ما صاير دامج، على اساس انه هذا الانزيم موجود بالتشو الفلاني او موجود بالتشو الفلاني. فهي هاي الفايده مالت الدايجنوستيك يوز اوف ذا انزيم في المعلومات مالت البلازما بالانفستيجيشن للديزيز. حتى شو استفاد من عدها؟ استفاد من عدها مثلاً إنه هو صاير في ديزيز بالهارت بالليبر بالسكيلتال ماسلز بالبلياري تراك حسب وين صاير المكان يدلني لي تحتوي على الانزيمات. فالانزيمات اللي موجودة بالبلاز بال نستخدمها بالدايجنوزز، يا أما نستخدمها كسيرة العينة مالتنا فتكون الانزيمات وين موجودة بالسيرة specific to بلازما سبيسيفيك انزيم. هذا ذا بلازما نون سبيسيفيك انزيم نستخدم تشو معين ونقيس فيه انزيم. زين الانزيمات ممكن احنا نستخدم قياسها الليفل مال حتى نعرف انه اذا صاير دمج بالسيل بالتشو معين او لا ما موجوده. فنفس الشيء انه احنا العينه مالتنا يا اما تكون تشو يا اما تكون انزيم. السيرة إذا الإنزيمات اللي موجودة specific to the enzyme to the serum بلازما أو اللي تكون موجودة موجودة في التشو حتى في التشو. تمام؟ يعني نفس قصة تمام تمام اسمك؟ تمام؟ اسمك؟ تمام؟ اسمك؟ استبرا استبرا؟ يلا استبرا كافي بدر استبرا يلا تمام ما يخالف ما مقري. The use of the enzyme. It's used as a treatment of some types of leukemia. Asparaginase, which hydrolyze aspirin. Aspargine. No, aspartic acid. Aspargine is necessary for the formation of leukemia white cell. Chymotrypsin used for dissolving ligaments of the lens during the extraction of cataracts. Chymotrypsin used for debridement cleaning of wound by removing this dead tissue of dermal ulcer and scapula. هاي قلت لك انزيمات نستخدمها في ادويه اللي هي شنو هي؟ اول شيء بكتيريا اسبارجينيز. بكتيريا الاسبارجينيز انزيم مستخدم من البكتيريا يستخدموه في التريتمنت اوف سم تايب اوف لوكيميا. هو نفس الانزيم نستخدمه كعلاجي. هنا انه كل الانزيمات طبعا هي انزيمات نستخدمها كعلاج. اكو نوع امثله اللي يرجع للتعرف اكثر من امثله نستخدمها كوقف انزيم. زين؟ كيموتريبسين هو فور ديسولفينج الكيموتريبسين هم يعني انزيم. شو يسوي لنا؟ يسولف ليجامنت اوف ذا ليز ديورينج ذا اكستراكشن اوف ذا كاتاراكت. الكاتاراكت اللي هو شنو الكاتاراكت؟ المي الابيض مالت العين. من يجون يريدون يسوون عمليه ويشيلوها يستخدمون شايفين هاي يقول لك اكو يكون ماده تحرق وحرارات داخل العمليه ما تعرفوها. فانه هو حتى يطلعون المي الابيض يطلعون اللي داخل الليز شو يسوون؟ يستخدمون الكيموتريبسين. ما ادري ايش راح يسوون راح يذوبها من الداخل يطلعون لي اياها كامله. تمام؟ ذوب الكتراب؟ مو الكتراب، بس البان اللي مفتوحه حتى يقدر يشيلها، يعني مو يجي يقص خبصه تشيله ولا يسحب ليزر، يستخدم انزيم حتى يقدر يوخرها من مكانه. تمام؟ كولاجينيز يوز فور ذا ديبريفمنت، ديبريفمنت يعني هو كليننج، دائما عندنا كليننج، صارت انت طبقات بالجلد، بال
في تموت الخلايا الميتة شلون نوخرها يستخدمون بالإنزيم اسمه كولاجينيز حتى يوخر لنا الخلايا الميتة خلال الحب. أنا ديفيوز من يقرأ شلون يقرأ يلا هذا صوت عالي Enzymes are widely used in the clinical laboratory as reagents for the secretion of serum protein. Many enzymes have been used as the label and various immunoassays. Enzymes linked to immunoassortion assay, ELISA. For determining the serum concentration of drugs, hormones, or other compounds of interest. عن طريق إنزيم نعمل تغيير في المادة مالت الشيء.